وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية ينضم إلينا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب. أهلا بك رائد. رائد، ما كان يترقبه المستثمرون من محضر الفيدرالي الأمريكي لربما الأسواق التقطت أنفاسها يوم أمس من بعض الإشارات حول إبطاء وتيرة رفع الفائدة، برأيك هل في ظل المعطيات الحالية للاقتصاد الأمريكي هل سيبطئ من رفع وتيرة الفائدة للفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر؟ يعني ما جاء في محضر الاجتماع الفيدرالي الامريكي كان مفسر مسبقا في الاسواق وكان متوقع بشكل كبير، ولكن النقطه انه كان معظم تصريحات اعضاء الفيدرالي الامريكي خلال الاسبوعين الماضيات تصب في صالح انه حتى وان كانت الزيادات هي اقل في اسعار الفائده، ولكن هذا لا يعني توقف سلسله الرفعات، يعني لا يزال يتجه الفيدرالي الامريكي الى تشديد السياسه النقديه وان كان متجه حاليا الى ابطاء وتيره التشديد. العملية هي يعني عملية إطالة أكبر للسبب الرئيسي، لأن التضخم الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي حاليا هو تضخم بنسميه نحن persistent inflation أو وهو مستدام وطويل الأثر، وبالتالي يريد الفيدرال الأمريكي أن يبقي بعض الأدوات التي يستطيع من خلالها أن يجابه التضخم على الفترة على المدى الطويل. رفعات أكبر في أسعار الفائدة ستضر كثيرا بالنمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه حتى الآن، وبالتالي لا يريد أن يؤذي النمو الاقتصادي من خلال رفع شديد في تكاليف الاقتراض بالنسبة للأعمال التجارية والأفراد، وفي نفس الوقت يريد أن يحافظ على أداء إيجابي فيما يتعلق بالريتيل سيلز أو مبيعات التجزئة. بالتالي التوجه نحو رفعات أقل مع إبقاء سقف إمكانية رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من التي كان مخطط لها مسبقا موجود. إذا نقطة مهمة أنه كان من المتوقع أن ينهي العام عند رفع بي أو أسعار فائدة عند مستويات 4.2% حسب آخر projections أو الدوت بلوت اللي هي بيتم فيها تحديد توقعات رفع أسعار الفائدة. الآن نحن مقبلين إلى أسعار فائدة قد تصل إلى 4.75 إلى 5% مع نهاية تعاملات هذا العام، مع 50 نقطة إضافية التي سوف يضيفها في الشهر القادم. جيد. رأيت أن ننتقل إلى الخامات. خام غرب تكساس يواصل تحركاته السلبية هذه المرة الأسبوع الثالث على التوالي، كما تعلم وصل إلى أقل مستوى منذ بداية العام الحالي، نقترب من 76 دولار للبرميل في ظل تراجع الطلب العالمي وارتفاع إصابات كورونا والإغلاقات التي تحدث في الصين. برأيك هل نرى النفط يتحرك قرب تماس 70 دولار قبل نهاية العام الحالي؟ يوجد ضغط كبير على أسعار النفط في الوقت الحالي، وطبعا احنا كان في عنا على الرغم من الكثير من الإيجابية التي لمسناها من مجموعة من القراءات على آخرها كان يوم أمس، وهو ارتفاع يعني النقص في مخزونات النفط الأمريكية اللي هي عادة ذلك يفسر على أنه إيجابية، راح يكون في عندي طلب مستقبلي أكبر. لا يزال النفط تحت الضغط، أعتقد في السادس من الشهر القادم الرابع من الشهر القادم راح يكون في عنا اجتماع لأوبك بلس، وسوف يكون هناك حديث أكثر حول إمكانية تخفيض أكبر في الإنتاج. هذا هو الحل الأمثل في الفترة القادمة، لأنه في عندي نقطة مهمة جدا اللي هي فعلا آفاق النمو الطلب العالمي متراجعة. كورونا في الصين تضغط وبشكل كبير على آفاق الطلب المستقبلي على النفط، وهي أكبر المستوردين للنفط، وفي نفس الوقت عندي أمر آخر مهم وهو قوة الدولار الأمريكي المتأتية من رفعات كبيرة في أسعار الفائدة وأسعار فائدة مرتفعة، بالتالي ذلك يضع النفط تحت مزيد من الضغط. أعتقد الحل الأمثل هو أن يكون في عندنا تدخل مباشر من أوبك بلس لتحقيق توازن سعري أعلى من المستويات الحالية، وإلا إذا لم يحدث ذلك في مطلع الشهر القادم أعتقد راح نزور مستويات حتى أدنى من 70 دولار وصولا إلى مستويات 65 دولار للبرميل. رائد، عم نسمع من معظم المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد الأوروبي لربما يكون هو الأكثر تضررا من العوامل الجيوسياسية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، لكن البيانات التي صدرت يوم أمس من S&P Global على أن مؤشر مديري المشتريات المركب تراجع للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر، ولكن هناك بعض التوضيحات بأنه رغم تباطؤ ضغوط التكلفة على الشركات إلا أنه هناك تراجع، وربما أنه يكون الركود المحتمل هو أقل من الوتيرة المتوقعة. ما تفسيرك لهالأرقام؟
لفت انتباهنا يوم امس انه معظم قراءات البي ام ايز او مؤشرات مديري المشتريات اللي صدرت من اوروبا هي افضل من التوقعات بالنسبه لاوروبا وبالنسبه لالمانيا، وهذا يعتبر دليل ايجابي على انه الازمه ليست بالاثر السلبي الكبير او الذي تتوقعه الاسواق. وشفنا اليورو كيف كان عم يرتفع نسبيا امام الدولار الامريكي حتى قبل صدور المحضر الاجتماع الفيدرالي، بالتالي ذلك يعطينا اشارات ضمنيه الى انه الوضع ليس بالسوء الذي كنا نتوقعه بالنسبه المنطقة الأوروبية. بلا شك لا يزال التضخم عائق ومهم ومشكلة كبيرة بالنسبة للمنطقة الأوروبية، ولا نزال نتوقع مزيد من الانكماش أو التراجع في النمو بالمنطقة الأوروبية. ولكن نعود ونكرر بأنه المركزي الأوروبي متوقع أن يضيف 50 نقطة إلى 75 نقطة في اجتماعاته القادمة، وذلك يعطي نوع من الاستقرار والدفع بالسياسة النقدية نحو مجابهة التضخم المرتفع. ومع تراجعات أسعار النفط الحالية التي نشهدها حاليا، أعتقد ذلك يخفف من الأثر السلبي لأزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا بشكل عام. بالتالي نرى أن اليورو لا يزال متاح أمامه بعض التنفس والارتفاع خلال الفترة القادمة، وممكن يناور على مستويات أعلى قرابة 1.05 إلى 1.06. رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب، دائما شكرا لمشاركتك معنا. شكرا لكم.